علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. كل يوم عم نشوف الجهود الهائلة اللي عم يبذلوها الصحفيين المواطنين والناشطين على الأرض، عم يخطروا بحياتهم مشان العالم يعرف شو عم يصير. وشفنا من بعد الثورة كيف تأسست وسائل إعلامية جديدة وكيف تغيرت وسائل إعلامية قديمة لتحاول تتأقلم مع الواقع. مؤخراً معهد ويدو المتخصص بدراسات وإحصاءات الإعلام عمل دراسة عن وسائل الإعلام السورية المقروءة والمسموعة على مدى الكم سنة الأخيرة، ورح أمرق على السريع على شوي من نتائج هاي الدراسة. بس المهتم بالموضوع بلاقي الرابط بوصف الحلقة، لأنه التقرير طويل وغميق وفي شرح مفصل للمنهجية ونتائج مفصلة مدعومة بأرقام وموضحة بأشكال بيانية. طبعا ما في طريقة للتأكد بشكل مستقل من المعلومات الواردة فيه، بس لا شك أنه متقن ومتعوب عليه ويستاهل ينقرأ. وبتلاقوا بوصف الحلقة كمان روابط لكذا دراسة تانية عن مواضيع شبيهة. بتذكر أنه منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي صنفت سوريا المرتبة 177 من أصل 180 دولة من حيث حريات الصحافة، نظرا للملاحقة الممنهجة للإعلاميين بشكل أساسي من قبل النظام السوري كمان من داعش وبعض كتائب المسلحة. بيّن المسح اللي يملو المعهد أنه غالبية وسائل الإعلام السورية لها مواقع على الإنترنت، وعددهم حوالي 405 مواقع، منهم 262 موقع إخباري و67 إذاعة. من هدول المواقع 271 بمناطق سيطرة المعارضة و109 بمناطق سيطرة النظام والباقي بمناطق محايدة، علما أنه الإعلام المعارض ممنوع بشكل نهائي بمناطق النظام وداعش، وبشكل عام في تبديع على الإعلاميين بكل المناطق بما فيها مناطق السيطرة الكردية. وبيّن كمان أنه حوالي 300 من وسائل الإعلامية هي مشاريع خاصة و50 تابعة لمنظمات غير حكومية، والباقي تابع للنظام السوري وأحزاب سياسية وفصائل عسكرية، ووسيلة واحدة بس تابعة لمجلس إدارة محلية. بتغطي هاي الوسائل مواضيع متنوعة، بس الحصة الأكبر للأخبار وبعدين المواضيع الاجتماعية، وفي منها بتمثل نوافذ إعلامية لمؤسسات وهيئات. وبالنسبة للغات فالعربي أكتر شيء، وبعدين الإنجليزي والكردي مع نسب بسيطة جدا بتستعمل الفرنسي والتركي والروسي والإسباني. بالنسبة للمواقع الأكثر زيارة فكان موقع واحد بس وهو أورينت نت ضمن أول 10,000 موقع من حيث عدد الزيارات على مستوى العالم. وبين المواقع السورية كانوا أورينت نت وزمان الوصل وعكس السير هن الأكثر زيارة، وبعدهم وكالة أوقات الشام الإخبارية وسانا وموقع سوريا الآن. هذا التصنيف تم بالاعتماد على معلومات من موقع أليكسا المختص بمراقبة مواقع الإنترنت والحركة عليها. ومن جهة تانية كان في 17 موقع سوري معتمدين من جوجل نيوز كمصادر إخبارية عن سوريا، ومعظمهم مواقع تقليدية من قبل الثورة مثل سانا وسوريا نيوز وكلنا شركاء، بس في استثناءات مثل عنب بلدي وموقع آرا نيوز وكالة قاسيون للأنباء اللي يعتبروا من الطيف الجديد اللي طلع بعد الثورة. بالنسبة للبث على FM فكانت جودة وانتشار البث أقوى نسبيا للإذاعات التابعة لميليشيات أو مدعومة عسكريا، سواء تابعة للنظام أو حزب الله أو جيش الإسلام أو جبهة فتح الشام أو وحدات حماية الشعب. وتوزيع الإذاعات على المحافظات كان كالتالي: حلب وريف دمشق 21 إذاعة، دمشق 20 إذاعة، إدلب 18، اللادية والحسكة 13، طرطوس وحما 10، السويدة 9، حمص 8، درعا 3، لنطرة 2، وأخيرا الرقة ودير الزور إذاعة وحيدة وهي إذاعة البيان التابعة لداعش. ومعظم الإذاعات عندها بث مباشر على الإنترنت، وفي كم واحدة منهم بيركزوا على الساوند كلاود وعلى اليوتيوب كوسائل بديلة. وما بتجاوز عدد مستمعين 2000 مستمع بالدقيقة الواحدة لمجموع هي الراديوهات، والحصة الأكبر للراديوهات اللي بتشتغل بمناطق النظام. والفترة الصباحية بين 9 و 12 هي الفترة اللي فيها العدد الأكبر من المستمعين. مذكور كمان بالتقرير أنه 200 وسيلة إعلامية وقفت عن العمل على مدى السنة اللي لزمت لإعداد هي الدراسة. طبعا روابط كل شي حكينا عنه وشغلات زيادة بتلاقوهم بوصف الحلقة.
علوم وتكنولوجيا بعلم علمك، معي أنا طارق. We'll be right back.